بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بحضراتكم ومرحبا في لقائنا الأسبوعي المتجدد وبرنامج صوت تركستان. صوت تركستان من قناة تركستان الشرقية يقدم رسالة توعية وتحذير وتنبيه وأداء لأمانة الحق والواجب، واجب الأخوة وأمانة الدين والإسلام. فالمريض لا يعالج إلا إذا اعترف بمرضه وتوجه إلى الطبيب أو المستشفى أو تناول حتى هو العلاج بنفسه. وأمتنا جسدها مزروع بالأمراض من فلسطين إلى تركستان التي لا يعرف البعض أو لا يعرف الكثيرين عنها شيئا سوى أنها تشانجيانغ الصينية، وهي تسمية مكذوبة. فكما أن دولة إسرائيل اسم مكذوب مختلط مصطنع يراد له أن يصبح حقيقة، ففي نفس عام احتلالها في العام 49 بعد فلسطين بعام واحد احتلت تركستان ومنحت اسما جديدا، ومطلوب من أمة المسلمين والعرب والعالم كله أن يسلم بأحقية الصين فيها، كمن يخطف ابنك أو يخطف سيارتك ثم يقول لك ليست سيارتك، لقد نزعت عنها لوحة الأرقام، سيارتك كان رقمها كذا وكذا وهذه غيرنا أرقامها. إذا غيرت أرقام السيارة تنتفي ملكيتي لها، وليتها سيارة كنا اشترينا غيرها. المشكلة أنه ولدي وطني يأخذ ابنك فيغير ثيابه ويقص شعره ويقول ببجاحة ليس ولدك، انظر إن شعره قصير، ابنك كان طويل الشعر، انظروا إنها ليست تركستان إنها تشانجيانغ. هذا ما يجري الآن، وعالمنا عالم المسلمين والعرب والعالم كله لا يدري، في معظمه ربما أهل السياسة يعلمون، لكن عامة الناس المهتمين بالكرة والمسلسلات والفن وماذا سنأكل الليلة لا يعلمون أن هناك عشرات الملايين من شعب تركستان الشرقية يبادلون دينهم في مقابل الحياة. مطلوب منهم أن يتركوا الصيام والصلاة والحج ورفع الأذان في مقابل أن نترككم أحياء، وإلا فأنتم مرضى، علينا أن نضعكم في سجون ونسميها معسكرات تأهيل. المعسكرات للجند، أهل تركستان ليسوا جنود لتضعهم في معسكرات. ومن أنت أيها الغازي الصيني لتخطف الناس من بيوتها؟ في تغطيتنا المستمرة من خلال هذه النافذة نلتقي اليوم مع الأستاذ سراج الدين عزيزي نائب رئيس هيئة علماء تركستان الشرقية. شيخ سراج أهلا بحضرتك ومرحبا. أهلا وسهلا، حياكم شيخ سراج. في ظلت الصين لسنوات عديدة تنكر وجود معسكرات، عفوا لا أسميها معسكرات، معتقلات أو سجون محو الهوية أو طمس الدين في تركستان، لكن في شهر أغسطس أصدرت لجنة التمييز العنصري بالأمم المتحدة تقريرا يدين سلطات الاحتلال الصيني. برأيك لماذا لم تصوت حكومات العرب أو مندوبي الدول العربية لم يصوتوا دعما لهذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على الاستضافة. بالنسبة لقضية تركستان، منذ القدم من 70 سنة قضية شبه منسية، فالصين بجبروتها وقوتها تحاول أن يعني تسيطر حتى العالم الإسلامي، وتريد يعني بكل طاقاتها أن لا تخوض أو تتدخل كما تدعي بشؤونها الداخلية، وكأن قضية تركستان شأن داخلي صيني، مع أن هناك في 30 مليون مسلم وأرض مغتصبة محتلة. فبهذا الأسلوب الصين تحاول بقدر الإمكان أن يعني تؤثر على الدول، خاصة الدول الإسلامية لها مصالح، فتريد إبعاد المسلمين والعالم الإسلامي
عن إخوانهم المسلمين في تركستان وقضية تركستان الشرقية بهذا الشكل، حتى في الأمم المتحدة خاصة قبل يومين عرفنا شفنا أن أغلب الدول الإسلامية أو كل الدول الإسلامية صوتت ضد إخوانهم المسلمين في تركستان ولصالح الصين، مع أن الوثائق والأدلة كلها تثبت وتؤكد أن هناك اضطهاد وقمع وإبعاد المسلمين عن الإسلام. فهذا يعني شيء محزن ومأساة حقيقية بالنسبة للعالم الإسلامي. نعم، يعني إذا كانت الحكومات ضعيفة أو تحتاج للدعم الخارجي لذلك تجامل الصين، أين العلماء؟ أين صوت الدين؟ أين منابر الدعوة في بلاد المسلمين؟ كيف لا تصدر من مجامع الفتوى أو رموز الدين الإسلامي في سواء منظمة المؤتمر الإسلامي أو جامعة الأزهر أو هناك منابر متعددة تمثل المسلمين في أنحاء العالم كله، يعني بعيدا عن موقف الحكومات المخزي، أين منابر الدعوة والفكر من هذه القضية؟ في الواقع كنا نحن نتمنى، هذا السؤال لازم نسأل لكل عالم ولكل مثقف ولكل إنسان عنده ضمير أن يصوت أو يعني ينتبه لأوضاع المسلمين في تركستان. فهذا الوضع يعني ميؤوس جدا. الآن كنا في السابق هم عندهم كان عذر على أساس تركستان مغيبة، لا ما عندهم معلومات، وخلال السنوات الماضية القليلة الماضية وسائل الإعلام كلها متوفرة فيها معلومات وفيها كل أنواع التعذيب في تركستان، خاصة الحرب الصيني على الإسلام بالكامل، وهذا معروف لدى الجميع. ومع ذلك صمت المسلمين خاصة المنظمات والجمعيات، وهذا شيء مؤسف جدا وميؤوس. فعلى الأقل يكون عندهم يعني ضمير وازع ديني، ولو بالكلمة ولو بالدعاء ولو بالتنديد الشكلي، لابد من مواقف للمنظمات والعلماء. بالأمس القريب أعيد تمت انتخابات الاتحاد علماء المسلمين، أجريت في إسطنبول، وتم انتخاب الدكتور أحمد الريسوني رئيسا لاتحاد علماء المسلمين خلفا للعلامة الشيخ يوسف القرضاوي أطال الله عمره. ما موقف اتحاد علماء المسلمين مما يجري في تركستان المحتلة؟ يعني قبل يمكن سنة كان في بيان عن اتحاد علماء المسلمين في قضية تركستان، الآن لست أدري كيف موقفهم بالضبط مع تغييرات التشكيل الجديد. فيعني نأمل أن يكون عندهم موقف جريء خاصة بقضية تركستان للعلماء وللعالم الإسلامي وللشعوب الإسلامية، حتى للحكومات أن يوجهوا رسالة من هذا الاتحاد. بعيدا عن الحكومات ثم الاتحادات والمفتين والعلماء، دعنا نتحدث قليلا إلى مشاهدنا. المشاهد يريد أن يعرف تفاصيل ماذا يجري في تركستان، وهذه المعتقلات معتقلات محاربة الإسلام في أرض تركستان الشرقية المحتلة، ما طبيعة هذه المعتقلات وما الذي يجري فيها من انتهاكات وجرائم؟ بالنسبة للمعتقلات، الصين تسميها مراكز تأهيل، والوسائل الإعلام تسميها معسكرات. ففي الواقع هي معسكرات شبه نازية أيام هتلر أو أسوأ منها، فهي أسوأ من السجون. فيها يعني كل ما يتصور إنسان من تعذيب وإبعاد عن الإسلام عن الدين. مثلا في معسكرات في تركستان يقال أنه 1,000,000 معتقل، لكن في الواقع وحسب ما نعرف أكثر من 5,000,000 معتقل موجودين في معسكرات. فهم أصلا أهداف الصين من هذا إبادة كاملة. يعني بدأت المعتقلات من سنة
2016 وإلى الآن كل من يدخل لا يخرج، وأغلبهم يرسلوا إلى السجون. حتى الصين كانت تنكر أن هناك معسكرات ومراكز، فبدأت بضغوط دولية ووسائل الإعلام فأصبحت مكشوفة، فبدأت تعترف أن هناك مراكز مهنية وتحاول يعني تجميل صورتها بشكل آخر، لكن في الواقع داخل المعسكرات هي سجون. كل الموجودين هم أبرياء من الشباب والنساء وحتى كبار السن. نعم، الشعوب ربما لا تملك قرارا، وإن كانت تملك قلوبا وتملك أموالا، أعتقد أن هناك أدوار لابد أن يمارسها الشعب، المواطن، الإنسان، المرأة والشاب، على أقلها أن تدعو أو تكتب عن هذه القضية. فإذا كان الجيل الحالي مصابا بأمراض أو ضعف أو تفكك، ربي أبنائك على أن هناك إخوة لهم مصابون باحتلال، توقف مثلا عن المنتج الصيني، خصوصا أنه في كثير من الأحيان يكون رديئا، ارسل رسالة تهديد أو نصح للتجار الصينيين، قل لتجار العرب توقفوا عن معاملة الصيني، أو حتى أنبوه، عاتبوه، وجهوا له لوما، ولا أقل من ذلك. ادعم جمعيات تركستان سواء بمساهمة أو تبرع، أو شاركهم في توصيل أصواتهم. ربما قضية تركستان قضية صعبة، لكنها في جميع الأحوال ليست مستحيلة. سنواصل بإذن الله رفع صوت تركستان وبلاغ الأمانة، عسى أن تتلقف قلوب المؤمنين والأحرار في العالم كله هذه الرسالة، وتتفاعل بصدق وإيجابية وإيمان مع حق مغتصب سيعود يوما بإذن الله. باسم حضراتكم نتوجه بالشكر للشيخ سراج الدين عزيزي، نائب رئيس هيئة علماء تركستان. شكرا لك لتشريفك، شكرا لفضيلتك، ولجمهورنا العزيز كل التحية، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، في أمان الله.